السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. اليوم عندنا طبلة كذلك اقتصادية، نشوفوا اشنو وجدت فيها. عندي هنايا هذه المسمنة، هذه اللي عمرتها بالخضار. غدا نخلي لكم الفيديو ديالها، هانتوما كيف شفتوا درت ليها، جات مورقة وجات مقرمشة، جات لذيذة، ان شاء الله تجربوها. صافي، عندنا هنايا الكليلة اللي كانت عندي زيت الزيتون، عندنا الخيار، عندي الخس، عندي معدنوس، عندي البيض بلدي. علاش دائما كنقول لكم بيض بلدي؟ يعني العود فاش غنديرو مثلا كل واحد ياخد جوج بيضات او ياخد بيضة، يعني البيض بلدي كيكون صحي، يمكن لينا ناخدو كل واحد نص بيضة يعني تكفي. هنايا عندي البطبوط، درته في حجم متوسط. كنفضل انا الطريقه هذه اللي كندير بالبطبوط، كنعمرو حتى نحطو في الطبله، يكون من الاحسن ما نعمروش قبل بواحد ساعه ولا ساعتين وكتبقى الخضار فيه. من الاحسن هذه الطريقه هذه، يعني كل واحد كياخد على القياس اللي بغى او اللي غيقدر ياكل. صافي، هنا كنصاوبو، كندير فيه الكليله، يمكن لكم انكم ديروا فيه فرماج او الجبن على حسب اللي موجود عندكم. انا هاد الكليله كنصاوبها بهذه الطريقه هذه، غنخلي لكم كذلك الفيديو ديالها او الرابط ديالها اسفل الفيديو. كنصاوبها بهذه الطريقه، كتجي لذيذه، كنسمها بالزعتر او بالثومه. صافي، كنضيف زيت الزيتون، الكليله وزيت الزيتون كتجي رائعه. غنضيف لها الخيار، كندير كذلك معدنوس. المعدنوس مع الكليله مع الخيار كيجي رائع. من الاحسن نخليوها كما نقطعوش رقيق، باش كيبقى محافظ لينا على الفيتامينات اللي فيه. صافي، كنضيف البيض، كذلك غندير الخس. صافي، ها هي كتوجد عندنا البطبوطه ديالنا، كنعمروها كنحطوها هكا، يعني ما تاخدش معنا وقت كتير، يعني كل واحد يصاوب كيف قلت لكم القياس اللي باغي. اليوم درت اتاي لان عندنا المسمن. انا اتاي هذا كيف سبق ليا درت واحد الفيديو قصير، كان نستهلكو بدون سكر. الطريقة هذه اللي كان نوجد معكم هالطبلة ديال الفطور، فهي صحية بالنسبة لنا، احنا ما كنخرجوش ما كنتحركوش، يعني هالطريقة ديال ناكلو أكلة وحدة أو ما ناكلوش كتير، يعني صحية باش ما نتزادوش في الوزن، وكذلك بالنسبة للدهون ما يكونش عندنا شي مشكل إن شاء الله من بعد هاد الحجز الصحي اللي احنا فيه. نحاولوا ما امكن نستافدوا من نصائح دكتور الفايد، الله يجازيه بخير.